تخيل ان في 152 مليون راجل على مستوى العالم بيحصل لهم اختفاء غامض وقت العلاقه. بس قبل ما تتخيل، هل تعرف ان الرجاله دي في فئه كبيره منهم متشخصه غلط؟ لو رحت للدكتور وقلت له انك بتعاني من مشكله في العلاقه وهو قال لك لا انت سليم، هيكون مين فيكم اللي صح؟ الدكتور والاشعه والتحاليل اللي بيحكم من خلالها، ولا انت كانسان بيعاني من مشكله؟ لو مشينا زي ما الكتاب بيقول هنلاقي ان كلام الطب طبعا صح، ولو طلعنا بره السياق هنلاقي انك كمريض انت اللي صح. بس ليه في اختلاف؟ لان بطبيعه الحال اللي بيحصل بين الزوجين هو سر للغايه، واللي بيحصل وقت التشخيص ما هو الا محاكاه تحتمل الصواب او الخطا. ومن هنا ظهر رقم 152 مليون راجل في العالم بيعاني من الضعف. بس هل يا ترى الرقم ده حقيقي ولا ممكن يزيد او يقل؟ وازاي ممكن نتاكد من الموضوع ده؟ ده اللي هنعرفه مع دكتور اسامه غطاس، اللي هيكلمنا اكتر عن كيفيه تشخيص الضعف عند الرجال وكيفيه التشخيص السليم. ومعانا ضيف من اهم رواد العلاج بالاشعه التداخليه في مصر. تابعونا في برنامجكم عالم الرجال مع دكتور اسامه غطاس. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم عالم الرجال. هنتكلم النهارده عن دور الأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية في أمراض الذكور، وبالتحديد يعني أنا حابب أتكلم على نوع معين من الأشعة اللي هي البنايل دوبلكس. زمان كان الاعتقاد السائد أن 80% من حالات الضعف الجنسي هي ضعف جنسي نفسي، و 20% فقط ضعف جنسي عضوي. لكن مع تطور طرق التشخيص و الابحاث الكتير اللي اتعملت في مجال الضعف الجنسي، وان احنا ابتدينا نعرف حاجات اكتر عن وظائف الجسم وعن تاثير الامراض المختلفه على القدره الجنسيه، مؤخرا بقينا عارفين ان 80% من الضعف الجنسي هو ضعف جنسي عضوي و20% فقط ضعف جنسي نفسي. من اهم الحاجات اللي ساهمت في تغيير هذا المفهوم هي الاشعه البنايل دوبلكس. ومع ظهور هذا الفحص ابتدى يظهر ازاي ان جزء كبير من المرضى هم فعلا عندهم خلل عضوي. ممكن يكون العامل النفسي مزود المشكله، لكن هم فعليا عندهم خلل عضوي. طب ايه هي البنايل دوبلكس وازاي بتتعمل وايه فكرتها ولاي مدى هي اشعه دقيقه نقدر ناخد على اساسها قرارات مهمه ومصيريه، وايه اللي بيخلي مريض بيعمل الاشعه دي اكتر من مره وكل مره تطلع بنتيجه مختلفه، وايه اللي بيخلي مريض عنده ضعف جنسي شديد وكل ما يعمل اشعه دي تطلع سليمه وكل ما يروح لدكتور يقول له انت ما عندكش حاجه؟ كل الاسئله دي هنجاوب عليها في سياق الحلقه. وبنستضيف النهارده الاستاذ دكتور احمد قاسم، مدرس واستشاري الاشعه التشخيصيه والاشعه التداخليه في كليه الطب جامعه اسكندريه. هنستفسر منه على حاجات كتير في مجال الاشعه التشخيصيه والاشعه التداخليه. لكن احنا في الفقره دي هنستعرض بالظبط ايه هي اشعه البنايل دوبلكس وازاي بنعملها ولاي مدى هي دقيقه. اشعه البنايل دوبلكس ببساطه ان احنا بيجي المريض بنديله حقنه، الحقنه دي من ماده بنسميها فازودايليتورز او حاجه بتوسع الاوعيه الدمويه في العضو الذكري. فبنعمل له انتصاب صناعي عشان ابتدي اشوف اتساع الاوعيه الدمويه في العضو الذكري وتدفق الدم داخل العضو الذكري، والاهم من كل ده قدره العضو الذكري على حبس الدم داخل الأنسجة بتاعته اللي هو الانتصاب. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده وشرحنا كتير، الانتصاب ده نتيجة ان الدم محبوس داخل حاجة اسمها الجسم الكهفي تحت ضغط عالي. العضو الذكري من جوه فيه جسمين اسمهم الجسمين الكهفيين، دول زي انبوبتين كبار بيتملوا بالدم ويتحبسوا تحت ضغط عالي. فاللي بيخلي العضو صلب هو دم محبوس تحت ضغط عالي. يعني العضو الذكري جوه ما فيهوش ولا عظم ولا عضلات ولا حاجات كتير زي الاعتقادات القديمة اللي كانت موجودة. هو كل الحكايه ان دم محبوس تحت ضغط عالي، كل ما الضغط ده زاد كل ما صلابه العضو زادت. والحقيقه الانتصاب يعني عضو صلب، وكل ما صلابه العضو زادت كل ما قام بوظيفته بطريقه سليمه وكل ما كان مرضي للطرفين. ضعف الانتصاب هو مريض بيفتقر الى الصلابه، ان العضو الذكري بيتمدد يتملى بالدم لكن العضو ما بيتصلبش، فالعضو بيبقى رخو. فبيجي يعمل علاقه ما بتبقاش ناجحه، وزوجته ما تشعرش كفايه بالعضو الذكري، ان الزوجه لا تشعر بالعضو الذكري الا لما يكون صلب. طيب ايه الاشعه التداخليه؟ زي ما اتفقنا بنديله ماده بتعمل له انتصاب صناعي، وابتدي اقيس شويه حاجات مهمه. اهم حاجه بقيسها ودايما اللي بيعمل الاشعه دي بيبص يلاقي ان في التقرير بتاعه طالع
قرايتين، حاجه اسمها البيك سيستوليك فيلوسيتي اللي هي بي اس في، والاند دايستوليك فيلوسيتي اللي هي اي دي في، وبيلاقيهم موجودين 4 أو 5 مرات. دول عباره عن ايه؟ هو الحقيقه احنا الدكتور الاشعه بيدي المريض الفاز دايليتور او الماده اللي بتوسع الاوعيه الدمويه، فبيبتدي يحصل الانتصاب الصناعي وبيبتدي يكشف على المريض او يفحصه 4 أو 3 أو 5 مرات، كل دكتور وطريقته وكل مركز وطريقته، فبيشوفه بعد 5 دقايق وبعد 10 دقايق وبعد ربع ساعه وبعد تلت ساعه، وبيبتدي يشوف الاسين دول اللي هم البيك سيستوليك فيلوستي والاند دايستوليك فيلوستي. وعلى عكس ما ناس كتير فاكره ان القياس الاول هو سرعه الدم في الشريان والقياس الثاني هو سرعه الدم في الوريد، الواقع ان هم القياسين هم سرعه الدم في الشريان، بس القياس الاول هو سرعه الدم في الشريان اثناء انقباض القلب، بيك سيستوليك فيلوستي يعني سرعه الدم شريان عند اقصى درجه من درجات انقباض القلب، والاند دايستوليك فيلوستي هو سرعه الدم في الشريان عند انبساط القلب. انا وشريان بقى شريان اسمه كافينوزال ارتري، ودول اتنين مش واحد، واحد يمين واحد شمال، لان احنا زي ما اتفقنا عندنا جسمين كافيين كل واحد منهم بيغذيه شريان، فعندنا جسم كهف يمين وجسم كهف شمال وكل واحد ليه شريان يمين وشريان شمال، والدكتور المفروض بيقيس هنا وبيقيس هنا. طيب القياس الاول ده بيعبر لي عن ايه؟ عن ضخ الدم داخل الشريان. فكل ما كان البيك سيستوليك فيلوستي عالي كل ما كان معنى كده ان ضخ الدم في الشريان كويس، الشريان بيضخ دم كويس، فالمريض حالته كويسه او الشريان عنده كويس. طيب هو المقبول من كام؟ من 30 سنتيمتر بير سكند، دي سرعه. السرعه زي ما انتم عارفين بتبقى مسافه على وقت. فمن 30 سنتيمتر او سنتيمتر في الثانيه الواحده دي سرعه مقبوله او اكتر. ف 30 بقى 35 40 50 كل دي ارقام هائله جدا، ونقدر نقول ان الشخص ده طبيعي. تحت 30 او اقل من 30 في اي قياس من الاربعه ده بيقول لي ان المريض ده عنده ضيق في الشريان. فساعات المريض بيبقى القياسات بتاعته 25 22 18 20 يقول لي ان الراجل ده عنده ضيق في الشريان. ويبقى هنا القياس الاول بيعبر عن ضخ الدم في الشريان. طيب القياس الثاني اللي هو الاند دايستوليك فيلوستي ده بيعبر على قدره الجسم الكافي على حبس الدم، وده سرعه الدم في الشريان برضو بس لحظه انبساط القلب. طب المفروض القياس هنا يبقى كام؟ يبقى صفر، زيرو، ومقبول انه يبقى بالماينس. ليه؟ الجسم الكافي في اثناء الانتصاب في الشخص الطبيعي السليم المفروض ان ضغط الدم جواه بيوصل لحاجه اسمها 100 ملي متر زئبق، يعني 100 ضغط الدم داخل الجسم الكافي يبقى 100. طيب احنا الشخص العادي ضغطه 120 على 80 ملي متر زئبق، دايما الضغط بيقدر يخش من الضغط العالي للضغط الاقل، فلو مكانين في الجسم ضغط اعلى من الثاني الدم يقدر يتحرك ما بينهم، لكن العكس مش صحيح، فلو واحد مكان الضغط قليل ما يقدرش يخش في ضغط عالي. فالراجل اللي ضغطه 120 على 80 ضغط الدم اثناء انقباض القلب 120 وضغط الدم داخل الجسم الكافي 100 بس، يبقى 120 اكتر من 100 يبقى الدم هيقدر يخش داخل الجسم الكافي لحظه انقباض القلب اللي هو البيك سيستوليك فيلوستي، وده شيء طبيعي وزي ما اتفقنا كل ما عالي كل ما كان احسن. لكن ال 80 اقل من ال 100، فالمفروض لحظه انبساط القلب الدم ما يقدرش يخش جوه الجسم الكافي، لان ال 100 اعلى من ال 80، بالعكس العكس هو اللي ممكن يحصل، ان الدم من داخل الجسم الكافي يرجع في الشريان. عشان كده زي ما بقول لكم ان الشخص طبيعي ممكن يطلع الاند دايستوليك فيلوستي صفر او ماينس واحد او اتنين او تلاته. لكن في المريض اللي عنده تسريب وريدي، تسريب وريدي بنبص نلاقي الاند دايستوليك فيلوستي ده رقم عالي، ممكن يبقى 5 6 7 10. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الدم بيستمر في دخول الجسم الكافي حتى لحظه انبساط القلب، يعني مش بس اثناء انقباض القلب لا حتى في انبساط القلب. معنى كده ايه؟ معنى كده ان ضغط الدم داخل الجسم الكافي اقل من 80، وبكده سامح بدخول الدم، لانه لو اعلى من 80 كان هيمنع دخول الدم داخل الجسم الكافي. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان ضغط الدم داخل الجسم الكافي مش مرتفع. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الجسم الكافي بيسرب الدم، زي بالظبط بالونه فيها خرم انت بتنفخها بتتنفخ معاك، لكن الضغط جواها ما بيزيدش لان في جزء من الهواء ده بيطلع من الخرم، هو ده التسريب الوريدي. فاللي هقوله من دلوقتي في بقيه الحلقه هو رايي انا الشخصي اللي مبني على ملاحظات دقيقه على الاف المرضى على مدار حوالي 20 سنه في مجال الذكور، ان فحص البنايل دوبلكس يفتقر الى الدقه بصوره كبيره جدا، وهو الكتاب نفسه وصفه وقال ان هو مليء بالفلسز او بالنتائج المضلله. طيب ده راجع لايه؟ عشان نعرف ده راجع لايه لازم نرجع للموضوع من اوله.
مريض الضعف الجنسي هو المريض الوحيد اللي بيروح للدكتور بتاعه في حالة مرضية غير اللي بيشتكي منها. يعني ايه؟ الراجل اللي عنده وجع في ركبته ده بيروح للدكتور وعنده ركبته وجعاه، فالدكتور بيكشف عليه وركبته وجعاه، يعمل له اشعه ركبته وجعاه، يعرف عنده ايه. اللي ودنه وجعاه كذلك، اللي عينه وجعاه كذلك، اللي ضرسه وجعه كذلك. لكن مريض ضعف الانتصاب هو جاي لي في وضع ارتخاء وبيقول لي انا لما بيحصل لي انتصاب بيحصل واحد اتنين تلاته، كل واحد وشكوته. في واحد بيقول انا العضو بيبقى منتصب واثناء العلاقه بيرتخي، واحد بيقول لا ده العضو من الاول واقف رخو، واحد بيقول لا العضو فيه انحناء، واحد بيقول فيه الم اثناء الانتصاب، كل واحد وشكوته. الحقيقه انا لو كشفت على المريض هكشف عليه في وضع ارتخاء مش هوصل لحاجه. ولو عملت له اشعه برضه هعمل له اشعه في وضع ارتخاء مش هوصل لحاجه، انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل له في العلاقه مع زوجته عشان اقدر اشخصه. لكن انا مش هينفع اقول للراجل هات زوجتك واعمل انتصاب هنا قدامي، انا ما قداميش حل غير ان انا اعمل له انتصاب صناعي عشان اعرف ايه اللي بيحصل له. بمعنى اخر انا عايز اعمل محاكاه للي بيحصل له في البيت مع زوجته بصوره صناعيه عشان اقدر اشخصه مظبوط. لو قدرت اعمل المحاكاه دي مظبوط هقدر اشخص المريض ده مظبوط. لكن لو ما عملتش المحاكاه دي مظبوط انا هشخصه غلط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عشان اعمل المحاكاه دي بدي المريض حقنه تعمل له انتصاب، المفروض ان انا المطلوب ان انا اعمل له انتصاب زي اللي بيحصل له مع زوجته عشان اعرف ايه المشكله. لكن الحقنه دي لو عملت لي انتصاب اكتر من اللازم او اقل من اللازم او عملت لي انتصاب اكتر من اللي بيحصل للراجل في البيت او اقل، انا هنا ما شخصتوش، انا شخصت الانتصاب اللي حصل للمريض بالحقنه اللي هو ملوش علاقه باللي بيحصل له في البيت. ومن هنا تكمن اللخبطه. في ناس فاكره ان انا هنا بقيس استجابه المريض للحقنه، ده مش حقيقي. الحقنه دي تعتبر وسيله علاج او حاجه بتعمل انتصاب صناعي. فوارد جدا مريض يكون عنده مشكله كبيره لكن ياخد الحقنه تعمله انتصاب، مش معنى ان هي عملت له انتصاب ان هو سليم. والعكس صحيح، انا ممكن اخد الحقنه ما تعملوش انتصاب لاسباب كتير جدا، مش معنى كده انه عنده مشكله كبيره. فالهدف من الاشعه دي يا ساده افاضل مش ان انا بقيس استجابه المريض للحقنه، ده كلام مش سليم. انا كل حكايه ان انا عايز اعمل للمريض انتصاب صناعي عشان اقدر اشخصه، لان انا مش قادر اشخصه فهو في وضع ارتخاء. طيب انا لو عملت له انتصاب زي اللي بيحصل له في البيت بالظبط مع زوجته هقدر اشخصه بصوره معقوله زي اللي في البيت، من ناحيه دي من ناحيه القوه والمده مش بس القوه. لان ساعات المريض بيدي له الحقنه يعمل له انتصاب يقول لك اه زي اللي بيحصل في البيت، بس انا الحقنه الانتصاب قعد ربع ساعه او نص ساعه او ساعه، لكن انا في البيت بفقده بعد نص دقيقه او دقيقه. يبقى هنا لازم اتاكد ان الانتصاب اللي حصل بالحقنه زي اللي بيحصل للراجل في بيته من ناحيه القوه والمده. لكن انا عشان اظبط ده بصعوبه شديده جدا جدا جدا. وده راجع لايه؟ راجع لاسباب كتير جدا. اولا خلينا متفقين ان الحقن اللي بتتحقن نفسها مختلفه، وده اللي بيخلي المريض ممكن يعمل الفحص في اكتر من مكان ويطلع بشكل مختلف، لان مراكز الاشعه مختلفه مش ثابته على حاجه واحده، ودكاتره الاشعه مختلفين، فالفازو دايليتو ده او الماده اللي بتتحقن مختلفه. ففي ناس بتحقن ماده اسمها بروستاجلاندين، في ناس بتحقن ماده اسمها بابافيرين، في ناس بتحقن الاثنين مع بعض، في ناس بتحقن ماده اسمها ترايميكس، في ناس بتحقن ماده اسمها كوادريميكس، في ناس بتحقن ماده اسمها كفرجكت. كل من دول ماده مختلفه، وممكن مريض يستجيب كويس جدا لماده وماده تانية ما يستجيب لهاش بنفس الصوره. وده اللي بيخلي المريض يعمل الاشعه في مكان ياخد الحقنه تعمله انتصاب شديد فبالتالي الاشعه تطلع سليمه، يعملها في مكان تاني ياخد الحقنه ما تعملوش انتصاب تطلع الاشعه وحشه، وهو نفس المريض، ويبقى المريض محتار مش عارف يصدق مين. طيب مش بس النوع الحقنه، جرعه الحقنه. فمثلا لو بصينا الماده زي البروستاجلاندين، الجرعه اللي مكتوبه في الكتاب انه من 6 ل 8 مايكرو جرام لغايه 20 مايكرو جرام. ففي مراكز بتحقن 8 مايكرو جرام، في مراكز ثانيه بتحقن 10، في ناس بتحقن 12، في ناس بتحقن 20، في ناس بتحقن 25. فاكر ان دي حاجه كويسه، كنا انا كريم مع المريض بحقن له جرعه كبيره. انا كل ما بزود الجرعه كل ما بضخ دم اكتر كل ما بعمل انتصاب اشد. فهو برضو نفس المريض ممكن يعمل اشعه في مكان مع انها معموله بنفس الماده البروستاجلاندين، بس هنا خد جرعه معينه ما عملتلوش انتصاب، عمل في مكان تاني خد جرعه اقوى عملت له انتصاب. يبقى الجرعه نفسها. نقطه تانيه مهمه جدا هتندهشوا ان تعرفوا ان حجم العضو ليه دور في الموضوع. الحقنه دي بتشتغل موضعي، يعني في جوه العضو نفسه. اذا في علاقه لازم تبقى موجوده ما بين الجرعه اللي بحقنها وحجم العضو، لان الجرعه اللي مطلوبه عشان تعمل انتصاب اسف في عضو طوله 10 سم غير اللي مطلوبه في عضو 15 سم غير العضو اللي في 18 سم. المفروض كل عضو من دول يبقى ليه الجرعه اللي تناسب حجمه، لكن الحقيقه ده مش حاصل. اي مركز هو مثبت جرعه بيحقنها لكل المرضى زي بعض، وده برضو بيظلم مرضى عن مرضى. فالراجل اللي عنده عضو
حجم عضو ذكري صغير لو خد جرعه معينه تعمل له انتصاب شديد فالاشعه تطلع سليمه حتى لو هو عنده مشكله. هي نفس الجرعه دي نحقنها المريض عنده حجم عضو كبير ما تعملوش انتصاب خالص والاشعه تطلع وحشه. ليه؟ لان هنا الاشعه زي ما بقول لكم ما بتشخص المريض، هي بتشخص الانتصاب اللي حصل للمريض بالحقنه اللي هو ممكن يكون مختلف شكلا وموضوعا اللي بيحصل له في البيت. ايه تاني من العوامل اللي بتخش جوه استجابه المريض للحقنه؟ حاجات كتير جدا. المكان اللي بيتحقن فيه المريض، هل المكان ده هادي ولطيف ومجهز بطريقه معينه ولا مكان فيه دوشه وقلق، طريقه الحقن، ظروف المريض اثناء الحقن، هل هو قلقان متوتر؟ المريض لو قلقان او متوتر او متالم ده بيشغل الجهاز العصبي السمبثاوي، فده بيقفل الاوعيه الدمويه في العضو الذكري فبيمنع ضخ الدم للعضو الذكري فبيضيع تاثير الحقنه. طيب كل دي عوامل بتخش في استجابه المريض للحقنه دي، وده اللي بيخلي المريض ممكن ياخد الحقنه دي في مكان معين تعمله انتصاب شديد وياخدها في مكان تاني ما تعملوش نفس درجه الانتصاب، والدكتور بيبقى محتار والمريض نفسه محتار. طيب كل ده يقول لنا ايه؟ يقول لنا ان الاشعه دي مش الاشعه الدقيقه اللي انا اقدر امسكها كده وابص فيها واقول للمريض ده انت سليم روح، او انت عندك مشكله كبيره انت محتاج تدخل جراحي. يعني هي مش زي انواع تاني من الفحوصات تتميز بالدقه زي الاشعه المقطعيه او الرنين المغناطيسي، دي اشعاعات هنا المريض ملوش دور في الموضوع، هو انت بتعمل اشعه هاتهالي انا كدكتور ابص فيها واقول لك انت عندك ايه. طب امال ايه الفيصل؟ هتظل الفيصل في الموضوع هي شكوى المريض. فضعف الانتصاب من الامراض اللي بيسميها كتاب سبجكتيف نوت اوبجكتيف، يعني بترجع لشكوى المريض اساسا. في امراض اوبجكتيف ملحوظه انا كدكتور بلاحظها، هنا راي المريض ما يهمنيش، مريض السكر ده انا بعمل له تحليل سكر والله لقيت سكره عالي خلاص لقيته واطي تمام، لكن ما ينفعش التحليل بيقول انه سكره عالي هو يجي يقول لي انا سكري كويس، قول اللي تقوله. الضغط كذلك. الراجل عنده حصوه بعمل له اشعه بشوف الحصوه، ما ينفعش انا شايف الحصوه بعينيا وهو يقول لي انا ما عنديش حصوه، او العكس صحيح ما ينفعش الاشعه ما فيهاش حصوه وهو يقول لي انا عندي حصوه. كل دي امراض اوبجكتيف، اهم حاجه الورق والفحوصات، هنا راي المريض ما يهمناش. عشان كده ساعات بقول للمريض ابعت لي الاشعاعات مع اي حد. لكن في ضعف الانتصاب لا، راي المريض وزوجته هو الاهم 100 مره. فانا لو معايا 100 اشعه بتقول ان المريض ده عنده ضعف انتصاب لكن هو جاي يقول لي انا سليم، المريض هو الاصدق. والعكس صحيح، لو معايا 100 اشعه بيقولوا ان المريض ده سليم لكن هو جاي يقول لي انا عندي ضعف انتصاب، هو الاصدق. وخدوا بالكم المشكله في الاشعه دي ان هي بتضلل الدكاتره وبتظلم المرضى. يعني انا بيجي لي مريض عنده ضعف جنسي شديد ومش قادر يعمل علاقه ناجحه مع زوجته، ومع ذلك كل ما يعمل الاشعه دي عنده دكتور يقول له الاشعه سليمه، انت ما عندكش حاجه، روح، انت بيتهيألك انت مريض ضعف جنسي نفسي. ولما بيجي لي المريض واساله اقول له حبيبي طب انت لما بتعمل الاشعه دي بيدوك حقنه بتعمل لك انتصاب؟ يقول لي اقول له هل الانتصاب ده هو اللي بيحصل لك في البيت مع الزوجه؟ يقول لي يا دكتور ما انا لو ده اللي بيحصل لي في البيت مع الزوجه انا ايه اللي هيجيبني عندكم؟ دي الحقنه دي بتعمل انتصاب شديد وقوي وممتد وبيقعد 3-4 ساعات، لكن انا في البيت ما بيحصليش الكلام ده، يا ريت انا لو بيحصل لي كده مش هاجي اكشف اساسا. انا هنا مش بشخص المريض يا جماعه، انا بشخص الانتصاب اللي حصل للمريض ده بالحقنه دي. والعكس هي بيجي واحد سليم ما عندوش مشكله ممكن يكون بيعمل الاشعه دي للاطمئنان فيتفاجئ ان الاشعه مطلعه عنده تسريب وريدي جديد. وبرضه لما ساله هل الانتصاب اللي حصل لك اثناء الفحص زي اللي بيحصل لك في البيت؟ يقول لي لا طبعا انا في البيت عندي انتصاب قوي لكن الحقنه دي انا كنت قلقان وخايف ومتوتر فما عملتيش انتصاب خالص. يبقى اذا فحص البنايل دوبلكس يفتقر للدقه بصوره كبيره جدا. ومش ده الفحص اللي انا اقدر اخده كده واجري بيه واخد عليه قرارات مصيريه، سواء ان انا اقول لمريض انت ما عندكش حاجه، انت مريض ضعف جنسي نفسي، انت مش محتاج علاج، او ان مريض تاني اقول له لا ده انت محتاج عمليه. هيظل شكوى المريض اولا، ثانيا الفحص السريري. في دكاتره كتير بتهمل الفحص السريري او فحص المريض اثناء الكشف وبيعتمد فقط على الاشعه والتحاليل. الحقيقه هيظل الفحص السريري للعضو الذكري من اهم الحاجات اللي بتشخص المريض. العضو الذكري من الاعضاء البارزه في الجسم فيقدر الدكتور يفحصها بسهوله، عكس اعضاء تانية صعب الوصول لها زي الكلى والكبد. فالعضو الذكري الفحص بتاعه بيبين معلومات كتير جدا، بالذات لو الدكتور بيدور على خلل فعليا. خلينا متفقين يا جماعه ان اي حاجه غير الطبيعي هي غير طبيعيه. للاسف في دكاتره كتير لما بيجي يفحص المريض بيدور على مشكله كبيره، لو ما لقاهاش بيقول للمريض ما عندكش حاجه، فهو بيكشف على المريض بيدور على تليف شديد جدا، تكلس، مرض بيروني، حاجات الصعبه دي. ما لقاهاش بيقول له انت طبيعي. لكن لازم الدكتور يبقى عارف ملمس العضو الطبيعي ايه قبل ما يقول للمريض انت طبيعي ولا مش طبيعي. لان اي حاجه غير الطبيعي هي مش طبيعيه. فالعضو الذكري ربنا خلق له ملمس معين في الكشف، لازم الدكتور يبقى عارفه كويس، لان اي حاجه غير ده
بتقول ان المريض ده عنده مشكله، ممكن تبقى مشكله لسه في بدايتها ولسه هتظهر وعلاجها سهل، لكن هو ما بياخدش باله منها، يا اما هو ما فحصش المريض كويس يا اما ما اهتمش بالفحص اساسا. يبقى هيظل اهم حاجه عندي هي شكوه المريض والفحص السريري، هم دول اللي اقدر اشخص على اساسه. طب الاشعه دي ليه احنا بنطلبها؟ لان هي اللي موجوده في الكتاب، وانا كدكتور ملزم باللي موجود في الكتاب، انا مش من حقي اعدل في الطب، لكن لازم برضو يبقى عندي عقل وابتدي افهم لاي مدى دقه الفحص اللي تحت ايدي ده. فلو الفحص ده انا شاكك في دقته لازم ابتدي افكر في طرق تانية اشخص بيها المريض. فاحنا بنطلب الاشعه ولسه احنا بنطلبها، لكن يمكن احنا عندنا مثلا في مركز دار الذكوره ابتدينا نطور او نعمل بروتوكول عشان نطور الفحص ده شويه عشان يبقى اكثر دقه. فعلى سبيل المثال عملنا وحدنا مثلا شكل الاوضه اللي بيتم فيها الحقن، الجرعه اللي بتتحقن، عملنا علاقه ما بين الجرعه اللي بتتحقن وحجم العضو، عملنا حاجه اسمها تايتريشن، يعني احنا بنحقن المريض جرعه قليله ونشوف هل الانتصاب ده هو اللي بيحصل له في البيت ولا لا، لو لقيناه اضعف بنديله جرعه اكبر ثم اكبر ثم اكبر لغايه ما نوصل للانتصاب اللي بيحصل له في البيت. كل ده عشان نوصل بقدر الامكان ان الفحص ده يبقى دقيق شويه. اللي عايز اقوله هنا في البرنامج ان انا بقى طالب زملائي اطباء الاشعه انهم ياخدوا الفحص ده باهتمام شديد ويتعامل معاه، مش انه هو اشعه عاديه وخلاص، انه حاله بيتوقف عليها مصير انسان. تخيلوا انسان زوجته مثلا رفع عليه قضيه ويروح يعمل الفحص ده ويطلع ان هو عنده ضعف جنسي شديد وتاخد هي حكم عليه وهو يكون سليم، هو بس كل حكايه انه كان متوتر او قلقان او الجرعه اللي خدها ساعه الفحص مش كفايه او الحقنه ما كانتش متخزنه كويس او او او، فهنا انا بظلم الراجل ده. او العكس صحيح، راجل عنده عجز جنسي ومش قادر يقيم علاقه ومع ذلك راح عمل الاشعه دي وطلعت سليمه وزوجته هنا اللي بيقع عليها ضرر بالغ وبتتظلم. بلاش راجل عنده ضعف جنسي وبقاله سنين عمال يلف على الدكاتره وكل ما يروح لدكتور يقول له انت سليم روح، ومفيش دكتور قادر ياخد اجراء معاه ولا دكتور جاي له الجرأه انه يعمل له تدخل جراحي لان معاه كل الاشعات سليمه. وهنا بيخاف المريض يجي يقول له الله طب انا سليم انت عملت لي عمليه ليه؟ لهنا برضو الاشعه ظلمت هذا المريض. يبقى يا جماعه ناخد الفحص ده باهتمام، وهنخلي دايما السؤال المفصلي هل الانتصاب اللي انا بفحص ساعه فحص المريض هل الانتصاب ده هو زي اللي بيحصل له في البيت ولا لا؟ وبخاطب زملائي اطباء الذكوره ان انت ما تثقش في الفحص ده بشده وما تتعاملش معاه على انه فحص دقيق زي الاشعه المقطعيه والرنين المغناطيسي وغيره، لان انت تاخد على اساسه قرارات مصيريه زي ان انت تقول للمريض انت سليم روح ما عندكش حاجه او ان انت تحدد له عمليه. لا، لازم تبقى عارف ان الفحص ده يفتقر الى الدقه بصوره كبيره جدا، وانه فعليا مش بيشخص المريض، هو بيشخص الانتصاب اللي حصل للمريض بالحقنه. وهيظل برضو السؤال المفصلي هل انت ساعه الفحص الانتصاب اللي حصل لك ده زي اللي بيحصل لك في البيت من ناحيه القوه والمده ولا لا؟ لو المريض قال اه نقدر نقول ان الفحص ده دقيق بصوره او باخرى. لكن هيظل دايما اهم حاجه في الضعف الجنسي هي شكوه المريض والفحص السريري. انتظرونا بعد الفاصل في لقائنا مع الأستاذ الدكتور أحمد قاسم، استشاري ومدرس الأشعة التداخلية والأشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة اسكندرية. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، رجعنا ليكم تاني، وبيشرفني النهاردة معايا في البرنامج الأستاذ دكتور أحمد قاسم، استشاري ومدرس الأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية. أهلا دكتور أحمد. أهلا، شرف عالم الرجال. أهلا بحضرتك دكتور أسامة، وأهلا بكل السادة المشاهدين. حبيبي، إحنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الأشعة البنايل دوبليكس وإزاي إن الأشعة ديت لما ظهرت غيرت مفاهيم كتير. كان الاعتقاد السائد زمان ان 80% من الضعف الجنسي نفسي، لكن مع ظهور طرق تشخيص حديثه ابتدى الاعتقاد ده يتغير وبقينا شايفين او عارفين ان 80% من الضعف الجنسي هو عضوي و20% فقط هو نفسي. وازاي ان الاشعه التداخليه دي تعتبر هي العمود الفقري للتشخيص في موضوع الضعف الجنسي. فكنت عايز افهم من حضرتك ايه فكره الاشعه؟ بتتم ازاي؟ وهل ليها تحضيرات معينه يفضل ان هي تتعمل؟ وهل الأشعة دي دقيقة جدا يعني نقدر ناخد على أساسها قرارات مصيرية مهمة، ولا هي ممكن زي كتير من الفحوصات يبقى فيها فلسس أو نتائج مضللة؟ اتفضل.
الأشعة البين اللي بنستخدمها للبينايل دوبليكس هي أشعة بنستخدمها عشان نقيس الكفاءة الجنسية لدى الرجل، من اللي بتتم عن طريق جهاز السونار أو تقنية معينة اللي هي الدوبليكس، بيتم فيها أن احنا بنحقن فازو أكتف دراج، مادة معينة بتعمل باراسيمباثيك إمبلس، بنحقنها بسرنجة صغيرة جدا في العضو الذكري، بنعمل ستيموليشن للباراسيمباثيك نيرفس سيستم عشان نقدر نقيس الكفاءة الجنسية. طيب هل بتبقى ليها تحضيرات؟ التحضيرات بتاعتها بتبقى حاجات بسيطة جدا، بننصح بس المريض أو اللي هيعمل الفحص إن يتوقف عن العلاقة قبل الفحص بيومين أو ثلاثة، لو بياخد أي أدوية محفزة برضو يوقفها، لو هو مدخن يوقف التدخين لمدة يومين، وقبل الفحص بنبلغه إن احنا هيتم حقن العضو بسرنجة صغيرة، بيتم تطهير المكان ما بيكونش فيها ألم، وإن هو بيستمر معنا في الفحص من نص ساعة لساعة إلا ربع على الجهاز السونار، بناخد قياسات 10 دقايق ربع ساعة ثلث ساعة، وبناء على القياسات اللي بناخدها أو القراءات اللي بنشوفها على الجهاز بنقدر نقول هل المريض ده بيشتكي من تسريب وريدي أو ضعف في الدورة الدموية، أو المريض ده الحمد لله كويس ما فيهوش أي مشكلة. السؤال الثاني بخصوص هل الفحص دوت اكيوريت او لا او دقيق او لا، هو بنسبه 80% هو اكيوريت، لكن زي وزي اي فحص بيبقى فيه نسبه فالسز موجوده، عشان كده احنا ما نقدرش نعتمد على الفحص المين تول بتاعنا ان انا اشخص المريض. لازم حضرتك بتشوف المريض وتفحصه، نشوف الهيستوري بتاعه، نشوف الدراج هيستوري، نشوف كذا حاجه، ومن الايتيمز دي كلها بنقدر نوصل للدايجنوزس او التشخيص السليم اللي نقول هل المريض دوت فعلا بيعاني من مشكلة عضوية أو مشكلة نفسية. طب هل الفحص ده فيه أي خطورة؟ يعني ساعات المريض بيخاف أو يرفض يعمل الفحص ده لما يعرف إن فيه حقنة هتتاخد، هل الحقنة دي مؤلمة؟ هل الفحص ده بيسبب خطورة؟ فيه أي مشكلة بالنسبة للمريض ولا هو فحص عادي زي أي فحص ممكن يتعمل؟ لا، هو كخطورة من الحقنة أو من الألم لا، هي سرنجة أنسولين، فالألم لا يكاد لا يذكر، حاجة بسيطة جدا، والخطورة بتاعته برضو تكاد تكون معلومة، إلا في حالات نادرة جدا 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 لما بيحصل حاجة اسمها برايابيزم. برايابيزم يعني انتصاب مستمر مؤلم، ده بيحصل في نسبة 1%، ولو حصل بعد الشر احنا عندنا التقنيات اللي نقدر نتعامل بيها، لو حصل بنحقن مادة تانية ألفا أجونست بحيث انها تقلل الانتصاب، ممكن نعمل تفريغ للعضو الذكري من الدم لأنه بيحصل احتقان في بسبب برايبيزم. دي الخطورة الوحيدة بتاعته. احتمالية حدوث زي ما حضرتك قلت 1%. نادرة جدا. وليها حل يعني. وليها حل. يبقى إذن يعني بنقدر نقول إن هو مش فحص خطير ولا يعني مش يعني ساعات المريض بيفتكر إن ده يعني زي الصبغة، الأشعة بالصبغة، ساعات المريض برضو بيقلق من الأشعة بالصبغة وبيخاف إنه ياخد أي حقنة أثناء الفحص. حضرتك شايف ان هو فحص امن؟ فحص امن تماما، ما فيهوش داعي المريض، ما فيش داعي ان هو يقلق. لو حصل اي حاجه من اللي احنا بنقولها وخاصه برايبيزم نقدر نتعامل معاها بكل سهوله، والمريض بيبقى موجود بتاعنا تحت الملاحظه نطمن عليه، وقبل ما بيمشي لازم نبقى متاكدين تماما ان الموضوع سيف وما فيش اي مشكله للمريض. طيب دكتور احمد، حضرتك استشاري ومدرس الاشعه التداخليه، يعني ايه بقى اشعه تداخليه؟ ده يعني ساعات المرضى نفسه بيبقى مش عارف التخصص ده تبع ايه بالظبط، يعني ده سؤال بيبقى موجود كتير جدا وبنساله كل يوم. احنا عشان نجاوب السؤال دوت ممكن نجيب الموضوع من الاول، ان علم الاشعه من اللي بيتقسم لجزئين كبار. الجزء الاول اشعه تشخيصيه، من اسمها ان احنا بنستخدم انواع اشعه معينه زي الاكس راي والسونار المعروف بالموجات الصوتيه او السي تي او الرنين عشان نشخص امراض مختلفه، ومنها البينايل دوبلكس. الشق الثاني هو الأشعة التداخلية أو التداخلية، وبرضو من اسمها إن احنا بنتدخل عن طريق أشعة معينة الأكثر شيوعا السونار أو الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية المستمرة المعروفة بالفلورو، مش عشان نشخص بس، لا عشان نشخص ونعالج أمراض مختلفة كتيرة جدا. يعني هنا دور الأشعة ما بقاش بس في التشخيص، لا ممكن في العلاج. بالضبط. طيب ممكن حضرتك تقول لي ايه الامراض اللي ممكن الاشعه التداخليه يبقى ليها دور، وهل الدور ده بجانب حاجه تانية ولا هو دور يعني الاشعه التداخليه بتقوم بالدور بالكامل من اوله لاخره؟ الاشعه التداخليه دلوقتي تقريبا بتخش في اغلب الامراض او في اغلب الديزيزز الموجوده. من الامثله الموجوده
زي ما قلنا احنا بنستخدم غاز تشخيصي زي الحاجات المتعارف عليها لما مريض يكون عنده نتوء في الغدة الدرقية وعايز ياخد منها عينة نطمن النتوء ده حميد او غير حميد. بعض السيدات اللي بيكون عندهم او اورام محسوسة في الثدي وعايزين نتأكد ده حميد او غير حميد بناخد عينات. فده الجزء التشخيصي. الجزء العلاجي في حاجات كتيرة جدا زي مثلا مرضى الاورام. مرضى الاورام لما بيجي ياخد العلاج الكيميائي بتاعه كان بياخده عن طريق وريد في الايد، وطبعا ده بيبقى ليه مشاكل وساعات بيعمل ضعف للوريد. الماده الكيماويه بتبقى فيري ايريتنت. طب ايه البديل؟ ان احنا مثلا بنعمل جهاز بنزرعه في الجلد تحت الترقوه، المريض بياخد فيه العلاج الكيماوي بكل سهوله. الجهاز ده بيتزرع بمساعده طبيب الاشعه او مساعده اللي بيعمله دكتور الاشعه التدخليه بالظبط. بندخل عن طريق الرقبه هنا وبنزرع جهاز زي الزرار بالظبط، بيبقى محسوس بالمريض بياخد فيه الكيموثيرابي بتاعه. مرضى الكبد اللي بيكون عندهم اورام غير حميده في الكبد، اورام اوليه، حسب الورم مكانه فين وحجمه فين ممكن نعمل حاجه اسمها حقن شرياني للكبد او نعمل تردد حراري. الحقن الشرياني مثلا احنا بنخش بفتحه صغيره جدا من شريان الفخذ نوصل للشريان الاورطي ومنها للشريان الكبدي. بالعكس كمان احنا مش بنحقن الماده الكيماويه في شريان الكبد نفسه، لا احنا بنحقن الشريان المغذي للبقره من غير ما ناثر على باقي الكبد، فدي طبعا حاجه مهمه جدا. مرضى الغسيل الكلوي اللي بنركب لهم قساطر الغسيل عشان يغسلوا منها. مرضى حاجه اسمها الصفره الانسداديه، مريض بيجي بصفره عاليه نتيجه انسداد في القناه الملاريه، سواء بقى كان الانسداد نتيجه ورم او حصوه، بنركب درانق او بنركب قساطر او بنركب دعامات عشان نعمل باس واي او نعمل طريق نصرف بيه الصفره. مرضى كتير جدا بيكون عندهم خراج في الكبد او في الكلى او في اي مكان، بدل ما يخش جراحه لا احنا بنركب قسطره نفرغ بيها الصديد. حاجه جديده ظهرت بقالها 5 سنين او 6 سنين وبقت فيري كومن، السيدات اللي بيكون عندها اورام ليفيه في الرحم، ان احنا بنخش بدل ما تعمل عمليه وتخاف على المبيض ويحصل فيه مشكله في الانجاب او لا، ان احنا بنخش بنعمل حقن شرياني للورم الليفي ده من غير ما ناثر على المبيض. طيب نيجي بقى للموضوع اللي يهمنا احنا هنا فعلا بالرجال اللي هي امراض الذكوره. ايه الحاجات اللي بتساعد الاشعه التداخليه في علاجها في امراض الذكوره؟ يعني نبدا مثلا باشهر حاجه البروستاتا. بالظبط. احنا كدكاتره ذكوره او كدكاتره مسالك عندنا طرق متعارف عليها لاستئصال البروستاتا او التعامل معها في حاله عدم استجابه المريض للعلاج. لكن الاشعه التداخليه بقى ليها دور دلوقتي ودور فعال فعلا في علاج البروستاتا، وانا شفت حالات كتير حولتها لحضرتك وكانت النتائج هايله جدا. فممكن حضرتك تشرح لنا مريض البروستاتا اللي عنده تضخم حميد في البروستاتا والعلاج مش جايب نتيجه وخايف يعمل منظار او خايف يعمل جراحه، ازاي ممكن الاشعه التداخليه تفيده؟ المريض ده بيكون عنده طبعا المشكله اللي حضرتك عارفها ان بيكون عنده احتباس بولي، ممكن يضطر ان هو يعيش بقسطره متركبه. طبعا تضخم الحميد للبروستاتا بيجي في ناس كبار السن. من ضمن المشاكل اللي بيبقى عندهم كوموربيديتيز كتيره جدا، من ضمنها مشاكل القلب. المريض ده ممكن دكتور التخدير ما يرضاش ينيمه، فبالتالي استحاله ان هو يخش يعمل عمليه البروستاتا. فبنعمل حاجه اسمها حقن شرياني للبروستاتا بنفس الكيفيه، ان احنا بندخل من طريق شريان الفخذ من فتحه صغيره ملي او 2 ملي بالكتير بقسطره صغيره نوصل للشريان الاورطي، ومن الشريان الاورطي بنوصل للشريان المغذي للبروستاتا يمين وشمال، وبنبدا نحقن ماده نعمل امبلايزيشن ان احنا بنوقف او نمنع الدم الواصل للبروستاتا، فبيعمل انكماش لحجم البروستات والضغط الموجود على اليوريثرا بيبدا يقل. يعني هنا الفكره كلها ان احنا بنقلل ولا بنمنع الدم الواصل للبروستاتا؟ احنا بنمنع، بس هو طبيعه البلفس بيبقى فيه كولاترالز كتير، عشان كده دايما لما بيجي مريض يسال لما اقول له انا هقفل لك الدم اللي واصل البروستاتا يجي يتخض، طب البروستاتا هتموت هيحصل غرغرينا. فلا، ما انا احب اطمنه، لا الحوض من المناطق اللي فيها كولاترالز او شرايين مخلقه، لما انت بتقفل الدم عن الشريان الرئيسي انت بتقلل الحجم وبنعمل انكماش لحجم البروستات، لكن بتبقى فيه شرايين تانية صغيره موجوده بتمنع حدوث الغرغرين. في الحاله دي المريض بيقدر يستغنى عن القسطره ويقدر يتبول بصوره طبيعيه. افكتيف جدا طبعا. المريض بيقدر مجرد ما بنخلص البروسيجر ساعه او ساعتين ممكن يغادر المستشفى، يبدا يمارس حياته الطبيعيه جدا، مفيش اي مشكله خالص، بس بنسيب القسطره يوم او يومين.
عشان يحصل افكت، وبعد كده ممكن يستغنى عن القسطره يمارس حياته الطبيعيه جدا. نعمل فولو اب بعدها نقيس طبعا، نبقى واخدين الاول قبل ما نعمل العمليه بنبقى عارفين حجم البروستيت قد ايه، وبعدها بشهرين بنقيس حجم البروستيت بنلاقي فيه فرق كبير جدا، وفي فرق كلينيكي محسوس ان المريض بدا ما يبقاش عنده الارجنسي، ما يبقاش عنده دخول الحمام المستمر، القسطره اتشالت، بدا يمارس حياته بسهوله. طيب يعني الاسئله دايما بتتسال، الاجراء ده بيتم بنج موضعي ولا بنج كلي، ومدته تقريبا قد ايه، وهل هو امن من يعني حضرتك اثرت نقطه ان هو ده بيناسب المريض اللي حالته الصحيه، لان فعلا البروستاتا دايما بتيجي في السن الكبير، وممكن حاله المريض الصحيه ما تسمحش ان احنا نعمل له عمليه او ياخد بنج لفترات طويله، فهل الاجراء ده بيحتاج بنج ومدته تقريبا قد ايه ومدى خطورته ومدى امانه؟ معلش دي الاسئله اللي بتدور في ذهن المرضى. طبعا ميزه من مميزات الاشعه التداخليه ان 90% منها بيتم باستخدام بنج موضعي، فكل عمليه البسطاطه بتتم بلوكال انستيزيا بنج موضعي امنه تماما، ما فيهاش اي خطوره، المريض بيمارس زي ما قلنا الحياه الطبيعيه بتاعته بعدها على طول بمنتهى السهوله. يعني نقدر نقول ان هو اجراء بسيط، مش حاجه خطيره ولا مقلقه. مش خطيره خالص، بياخد مدته زي ما حضرتك سالت تقريبا بياخد ساعه الا ربع، بيتم طبعا على جهاز القسطره، المريض بيبقى كونشس معانا او واعي او صاحي وعارف احنا بنقول له هتشك شكه صغيره مجرد الدخول بتاعنا، لكن باقي الاجراء احنا بنبقى شغالين جوه الاوعيه الدمويه، انت مش حاسس باي حاجه خالص، وبيقدر يخرج بعدها من غير اي مشاكل. طيب السؤال بقى اللي بيشغل بال رجاله كتير، حضرتك عارف ان استئصال بروستاتا بالمنظار غالبا بيؤثر شويه او بيؤثر كتير على القدره الانجابيه وعلى كميه السائل المنوي اللي بتخرج، وساعات بيأثر على القدره الجنسيه. هل بقى التعامل بالطريقه دي بالاشعه التداخليه مع البروستاتا ليه نفس السلبيات بتاعه المنظار؟ احنا الميزه ان احنا بنخش حاجه اسمها سوبر سيلكتيف، يعني انت بتنقي الشريان المغذي للبروستاتا فقط من غير ما تضر اي نيوروفاسكولار باند الموجوده جنبك، اي حاجه تانية، انت مجرد بتاخد الشريان المغذي للبروستات من غير ما تاثر على اي حاجه تانية، من غير ما تاثر على البلادر، من غير ما تاثر على اي نيوروفاسكولار باند او الاعصاب المحيطه بيه، فبالتالي الاعراض الجانبيه اللي بنشوفها زي ما حضرتك تفضلت في المنظار او الجراحه تكاد تكون معدومه. طيب يعني نقدر نقول ان المريض ممكن يحتفظ بقدرته الجنسيه وقدرته الانجابيه بصوره ما بعد الاشعه التداخليه، عكس ما ممكن يحصل مع الطرق التداخل الاخرى زي الاستئصال بالمنظار او كده. بالظبط. طيب نيجي للنقطه الثانيه اللي برضو تخصنا احنا في عالم الرجال او تخص عالم الذكوره، الدوالي، دوالي الخصيتين. هل في دور للاشعه التداخليه في علاج الدوالي الخصيتين وازاي بيتم ده؟ طبعا الاشعه التداخليه ليها دور في علاج الدوالي، بس بتبقى في ظروف معينه، لان طبعا اغلب عمليات الدوالي بتتم جراحيا او بالمنظار. طب امتى بنلجا ان احنا نعمل الفاريكوسيل او عمليه الدوالي بالاشعه التداخليه؟ اول حاجه لما تكون دوالي مرتده، يعني مريض عمل عمليه واثنين وبترجع الدوالي، ساعتها بيفكر ان ممكن اعملها بالاشعه التداخليه. بعض المرضى بيكون مش عايز يكون في اي سكارز او ندبات موجوده على الجلد، خاصه الطلبه اللي بتبقى متقدم في كليات عسكريه، فمش عايز يكون في اي ندبه موجوده، فساعتها احنا بنعمل الدوالي بالاشعه التداخليه. الموضوع اجراء بيكون برضو بسيط جدا، ان احنا بنخش من الوريد الموجود في الرقبه نوصل للوريد الستيكولار فين او الجونادال فين، ونبدا نحقن الفين ده بمواد معينه او بكويلز بحيث ان احنا نقفله ونمنع الدم عنه، وبالتالي يبقى احنا حلينا مشكله الدوالي. طيب المريض بيحتاج وقت قد ايه يا دكتور بعد الاجراء ده عشان يقدر يمارس حياته بصوره طبيعيه؟ نص ساعه، مجرد ما يخلص العمليه ممكن يقوم على طول من غير اي. طيب هو انا فعلا بتواجهني المشكله دي ان بيجي شاب عنده دوالي وفي نفس الوقت زي ما حضرتك تكرمت ان هو مش عايز يبقى فيه سكر، يعني بيحطنا في وضع صعب. طبعا زي ما حضرتك عارف الجراحه العاديه او الجراحه الميكروسكوبيه او حتى المنظار لازم يبقى فيه جرح، فبيكون الحل الوحيد هو الاشعه التداخليه. طيب حضرتك شايف ان الاشعه التداخليه يعني ممكن في يوم من الايام تلغي الجراحات كلها؟ لا. لا ما تخافش بس لا. لا لا لا، في حاجات طبعا لازم تتعمل جراحيه، ده 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 بدون شك، احنا بنكمل بعض، احنا هدفنا كلنا احنا نشتغل تيم واحد، في حاجات نقول الاحسن ليها تتم جراحيا والحاجات افضل تتم بالاشعه التداخليه، وفي حاجات على فكره احنا بنعملها احنا الاثنين مع بعض، يعني حضرتك بتبدا وانا بكمل.
مفيش حاجه بتعتمد على ديسيجن واحد او طول واحده. الاشعه التداخليه ليها مجالات كبيره جدا ومتعدده جدا، لكن مش هتلغي طبعا الجراحه، لان الجراحه ليها استخداماتها اللي لا يمكن الاستغناء عنها. طيب هل في اي دور للاشعه التداخليه في علاج الضعف الجنسي؟ يعني كان ظهر كده في وقت ناس بتتكلم، حضرتك عارف كان زمان في عمليه اللي هي ربط الاورده لعلاج التسريب الوريدي، بس العمليه دي بقت اوبسوليت وما بقتش موجوده في الكتب نظرا ان هي ما اثبتتش اي فعاليه. فكان ظهرت ايرا كده فجاه بعض دكاتره الاشعه بيقولوا لا احنا يعني هنحقن الاورده دي ونسدها يعني. والحقيقه انا شفت نماذج كده بس حسيت ان المريض ما استفادش. هل راي حضرتك في حال ممكن حاجه زي كده انه بيحقن الاورده السوبر فيشيال دورسال فين مثلا او ديب دورسال فين ومتصور ان هو كده هيحل مشكله المريض، حضرتك شايف ان ده ممكن يبقى ليه دور؟ والله هو على ارض الواقع لسه يعني عشان تبقى في حاجات زي كده وافكتيف واثبتت ان هي جايبه نتيجه مش موجوده. الحاجات اللي ممكن برضو تبقى كان عليها كلام ان انت ممكن في حالات الارتيريال انسفيشنسي ان انت ممكن تعمل بالون دايليتيشن، بس برضو حاجات على ارض الواقع فعلا. طيب ده كان السؤال الثاني اللي كنت اساله حضرتك، حكايه البالون دايليتيشن للكافرنوزا الارتري والكلام ده هل اثبت فعاليه؟ للاسف لا. طيب دكتور احمد، انت بتشوف المريض بعد التدخلات الاشعه التداخليه سواء في مجال الذكوره او في المجالات الاخرى، لاي مدى المريض بيبقى راضي بعد الاجراء ده، ولاي مدى بيبقى سعيد ان هو تخلص من مشكلته اللي هي تعتبر مشكله جراحيه باجراء بسيط بدون جرح بدون حاجه؟ يعني اعتقد ان دي حاجه ممكن تسعد شريحه كبيره من المرضى انه انا احل لك مشكلتك من غير تدخل جراحي. انت عارف حاجه الجراحه دي حاجه مقلقه لاي حد، يعني لاي مدى حضرتك بتشوف المريض بيبقى فعلا راضي بعد ده؟ طبعا المريض بيبقى مقدر جدا وابريشيتنج جدا ان مش متخيل ان انا ممكن اعمل الاجراء ده من غير فتح. يقول لي طب يعني مش هيبقى فيه فتح او مش هيبقى فيه خياطه او ان احنا هنشتغل على بنج موضعي، او يكون مريض كبير في السن وعنده مشكله في القلب ولف على دكاتره كتير وللاسف مشكلته تكمن ان مفيش دكتور تخدير موافق ان هو ينيمه لخطوره العمليه، فلما يلاقي فيه حل بسهوله ببنج موضعي وهيحل له المشكله بتاعته فطبعا ما بيبقاش مصدق، وخاصه لما الاجراء ده بيجيب نتائج او يبقى افكتيف فطبعا بتبقى يعني حاجه حلوه جدا للمريض. يعني دكتور احمد انا اتشرفت جدا بيك وشرفتنا ونورتنا في عالم الرجال، وان شاء الله يبقى في لقاءات تانيه حضرتك تشرفنا وتنورنا ونتكلم باستفاضه على الاشعه التداخليه والاشعه التشخيصيه ودورها في امراض الذكوره. نشكر ضيفنا النهارده الاستاذ الدكتور احمد قاسم استشاري ومدرس الاشعه التشخيصيه والاشعه التداخليه بكليه الطب جامعه اسكندريه. شكرا دكتور. متشكر جدا لحضرتك دكتور اسامه، وكنت مبسوط جدا مع حضرتك، واتمنى نكون فدنا المشاهدين وعرفناهم دور الاشعه التداخليه في التطبيقات في الطب عامه وفي امراض الذكوره وعالم الرجال بصفه خاصه. حبيبي شرفتني. شرف لي دكتور اسامه. شكرا. شكرا لحضرتك. بنشكر ضيفنا النهارده الدكتور احمد قاسم. كده انتهت فقرتنا، انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بيكم ورجعنا لكم تاني في حلقتنا من برنامجكم عالم الرجال. عندنا مجموعه من الاسئله هنجاوب عليها مع بعض. السؤال اللي قدامي بيقول يا دكتور ازاي اعرف ان انا عندي ضعف جنسي عضوي ولا نفسي؟ والحقيقه ده سؤال مهم وهنفرد له حلقات بعد كده لوحده، لكن الحقيقه ان في كرايتيريا او حاجات بتميز الضعف الجنسي النفسي عن العضوي. اهمها على الاطلاق الأونست أو معدل ظهور المرض. يعني إحنا في الأطباء الصغيرين أو في الطلبة في كلية الطب أهم سؤال بيهمنا وإحنا بناخد التاريخ المرضي لمريض الضعف الجنسي إن هو يسأله أنت إمتى آخر مرة كنت كويس. مريض الضعف الجنسي النفسي بيكون في ذهنه يوم محدد في باله يقول لك أنا من بعد اليوم ده الدنيا باظت، فتلاقيه يقول لك أول يوم في رمضان، ليلة راس السنة، أول يوم في العيد الكبير، يوم أنا شربت كذا، يوم أنا خدت القرص الفلاني. هو في حاجة في ذهنه رابطها من بعد اليوم ده أو من بعد الحدث ده الانتصاب اختفى وقادر يحدده بدقة متناهية.
مريض ضعف الجنس العضوي لما تسأله انت اخر مرة كنت كويس امتى يقول لك والله يا دكتور مش فاكر، يمكن من سنة يمكن من سنتين، هو مش قادر يحدد لان الموضوع ابتدى ببطء وبالتدريج، ويوم كان كويس ويوم نص نص، فمش قادر يجزم امتى كان كويس. فهيظل الانست او معدل ظهور المرض من الحاجات المهمة جدا اللي بتخلينا نفرق ما بين الضعف الجنسي النفسي والعضوي. من الحاجات التانية الانتصاب النهاري. الانتصاب النهاري دي حاجة ربنا عملها لنا عشان الرجل يحتفظ بحجم العضو وحيوية العضو لغاية ما يتجوز. العضو الذكري من الأعضاء اللي لو مستخدمتش تتلف، وبيخضع لقاعدة في الطب اسمها ديسيوز أتروفي أو الضمور لعدم الاستخدام، فلو قعد فترة كبيرة ما ينتصبش يبتدي حجمه ينكمش ويصغر ويتلف، لأن وجود الدم داخل العضو أو الانتصاب في حد ذاته هو اللي بيحافظ على حيوية العضو. طيب لو راجل مش متزوج هيقعد سنين ما بيحصلوش انتصاب، هنا العضو هيتلف. عشان كده ربنا عمل لنا الانتصاب الليلي، ان اي راجل هو نايم اثناء مراحل النوم في مرحله معينه من مراحل النوم بيحصل له انتصاب، الانتصاب ده بيستمر 10 دقائق او تلت ساعه ويختفي. بيحصل الموضوع ده 3 أو 4 مرات للراجل وهو نايم من غير ما يعي. هنا ربنا عمل لنا ده عشان نحافظ على حجم العضو وحجمه، عشان الراجل ده لو قعد 5 سنين 10 سنين ما اتجوز يفضل طبيعي. بس ده عشان يحصل لازم تكون الأوعية الدموية بتاعت العضو الذكري سليمة، والدم واصل له بصورة سليمة وبيحبس الدم بصورة سليمة والأعصاب سليمة. فكون إن الراجل يجي يقول لا أنا بقالي فترة طويلة ما حصليش انتصاب نهاري أو ما صحيتش لقيت العضو منتصب، ده يقول لنا إن هو عنده خلل عضوي. لكن مريض الضعف الجنسي النفسي يقول لك لا أنا بصحى لقيت العضو منتصب عادي، لكن أجي أعمل علاقة مع زوجتي ما فيش انتصاب. فمن الحاجات اللي إحنا بنفرق بيها برضو هي الانتصاب النهاري. لكن خدوا بالكم عشان دي نقطة برضو بتلخبط الرجالة كتير، مش معنى كده ان انت لازم كل يوم تصحى تلاقي العضو منتصب وإلا تبقى مريض. احنا بنقول تقعد فترة طويلة، فترة طويلة دي يعني أسابيع وشهور ما تشوفش الانتصاب النهاري، هنا يبقى في خلل عضوي. لكن أي راجل وارد يعدي يوم واثنين وثلاثة وأسبوع ما يشوفش الانتصاب النهاري، لأن زي ما اتفقنا هو بيحصل في وقت معين من دورة النوم. لو انت صادف وصحيت أثناء مرحلة الانتصاب ديت هتشوف الانتصاب، لكن لو صحيت قبل كده او بعد كده مش هتشوفه. فممكن يصادف اسبوع او 10 ايام كل يوم تصحى تلاقي العضو منتصب، وممكن تقعد اسبوعين تاني ما تشوفش الانتصاب، فمش معنى كده ان انت مريض. لكن لو الموضوع استمر لفتره طويله هنا نبتدي نفكر ان هنا ده في خلل عضو. يعني دول النقطتين الاساسيين اللي احنا بنفرق بيهم ما بين الضعف الجنسي النفسي والعضو. طبعا من الحاجات التانيه اللي بنقدر نفرق بينها الفحوصات. المريض اللي هو بيشتكي بضعف انتصاب اول حاجه بنفكر نعملها له تحليل هرمونات. لو لقينا عنده نقص الهرمون الذكري او ارتفاع في هرمون البرولاكتين او الهرمون الانثوي، كل دي حاجات بتقول لنا لا الراجل ده عنده خلل عضوي. الفحوصات زي اشعه البناية الدوبلكس اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده، احنا قلنا ان هي تفتقر الى الدقه، لكن ده ما يمنعش ان هي ممكن تدينا معلومه حتى لو مش بصوره قاطعه، بس هتدينا فكره. الفحص السريري. ففي حاجات كتير جدا بنعملها عشان نفرق ما بين الضعف الجنسي النفسي والعضوي. لكن الحقيقه انا عندي قناعه ان اي مريض ضعف انتصاب هو خليط ما بين النوعين، ضعف جنسي عضوي ونفسي بنسب متفاوته. ففي واحد الخلل العضوي عنده 20% والعامل النفسي يمثل 80%، وفي واحد 50% عضوي و 50% نفسي، وفي واحد الخلل النفسي 10% فقط والخلل العضوي 90%. لكن هو اي مريض عنده ضعف انتصاب هو عنده شق نفسي مزود المشكله، عنده توتر، عنده قلق، عنده خوف من اقامه علاقه، وهو ده الشق النفسي في الموضوع. يعني احنا لو حبينا نعرف ببساطه ايه هو الضعف الجنسي النفسي، الضعف الجنسي النفسي هو راجل داخل يعمل علاقه وهو خايف من الفشل، وهو مركز في ادائه، وهو مركز في راي زوجته في العلاقه، وهو مركز هل العلاج اللي انا اخدته جايب نتيجه ولا لا. تركيزك في ادائك هو ده الضعف الجنسي النفسي. ربنا عمل الجماع راجل قدامه زوجته عجباه عايز يستمتع بيها، يستمتع بيها، مش يمتعها، مش يرضيها، مش يثبت لها انه كويس، مش يثبت لنفسه انه كويس، مش يشوف العلاج جايب نتيجه ولا لا. لان كل الافكار دي طالما جت في ذهن الراجل قبل العلاقه فهو ده الضعف الجنسي النفسي. يا جماعه لازم نبقى عارفين ان العضو الذكري المفروض الراجل يتعامل معاه زي بقيه اعضاء الجسم، ان هو هيشتغل باي ديفولت يعني بالطبيعه. بمعنى هل انت فكرت او صحيت من النوم في يوم سالت نفسك يا ترى انا معدتي هتشتغل النهارده ولا لا؟ هل الرئه اليمين النهارده هتشتغل ولا لا؟
هل الكبد هيشتغل النهارده ولا لا. كل الحاجات دي انت بتصحى وخلاص، وانت ما بتفكرش فيها وما بتفترضش وما بتسالش نفسك، لان انت عارف ان هي شغاله بالطبيعه. نفس القصه مع العضو الذكري. المفروض الراجل الطبيعي اللي ما عندوش شق نفسي في الموضوع لما يجي يعمل علاقه مع زوجته هو ما يكونش عنده ادنى ذره شك ان العضو هينتصب معاه، وان العضو ده هيشتغل طبيعي زي ما عضله القلب شغاله، زي ما الكبد شغال، زي ما الكليه شغاله، من غير ما هو يطلب منه. كونك للحظه شكيت ان العضو ممكن ما ينتصبش هو ده الضعف الجنسي النفسي. كونك للحظه شكيت ان العضو ممكن ما ينتصبش هو ده الضعف الجنسي النفسي. يبقى اذا انت لازم تتعامل مع العضو الذكري زي بقيه اعضاء جسمك، ان انت لما تعوزه ينتصب هينتصب. انا بشكركم جدا، انتظرونا في حلقات قادمه من برنامجكم عالم الرجال. برجاء تبعتوا لنا اسئلتكم واستفساراتكم على الصفحات اللي بتظهر قدامكم على الشاشه. انتظرونا في الحلقة القادمة من برنامج عالم الرجال.